زي ما بقول لحضراتكم النهارده كمان يعني هنتكلم يعني بشكل مباشر كده كمان على زي ما بقول لحضراتكم على محمد صلاح. محمد صلاح انا هاخد بس دقيقه في جزئيه محمد صلاح الحقيقه، لان كان مفاجاه لينا جميعا. يعني الشكل اللي ظهر بيه محمد صلاح والمناقشه اللي كانت على الخط كانت مفاجاه، يعني وانا بتفرج على الماتش كانت مفاجاه بالنسبه لي. انا متابع الماتش كويس وعارف، والكاميرا بتيجي على محمد صلاح كان غضبان شويه لانه قاعد على دكه البدلاء، حقه مليون في الميه، ما عندناش اي مشكله بدي، لان محمد صلاح الحقيقه يعني كانت مفاجاه بالنسبه لي انه ما يبداش الماتش، لان كانت مباراه مصيريه. المباراه ديت كانت يا يخش تاني في المنافسه يا بره المنافسه نهايه مباراه وستها. فالحقيقه كمان يورجن كلوب بيتعامل مع محمد صلاح على الخط مش بالشكل اللي متعودين عليه. حضراتكم فاكرين دايما حتى لما محمد صلاح بيبقى بديل مثلا وبينزل المباراه بتلاقي يورجن كلوب بيجري عليه بياخده في حضنه وبيشجعه بشكل مباشر وبشكل يعني كبير جدا جدا جدا. الصوره اختلفت شويه، الصوره اختلفت في نزول محمد صلاح، كان بعيد عن محمد صلاح، هو الاول مد ايديه محمد صلاح مش واخد باله فراح له وسلم عليه، يعني مش بالشكل اللي متعودين عليه، يعني الشكل العام بيكون افضل من كده. واعتقد دي كانت كمان يعني ما عجبتش محمد صلاح قوي، يعني رغم ان انا قاعد احتياطي وبنزل تقريبا في دقيقه حاجه و70 ومفيش الهرموني ومفيش التشجيع اللي كان متعود يورجن كلوب ان يديه لمحمد صلاح. الحقيقه دي كانت برضو شكلها كان باين جدا في الملعب. وعارفين احنا محمد صلاح ما بيخرجش عن شعوره، يعني دايما محمد صلاح ملتزم جدا، دايما بيحسب افعاله بشكل جيد جدا. لكن اللي حصل فيه على خط الاوت وقبل التغييره اثار جدل كبير جدا جدا على يعني الصحف العالميه ووسائل التواصل الاجتماعي، وكان كل بيقول اجتهاداته. وكمان يمكن الحديث المختصر جدا اللي قاله محمد صلاح بعد المباراه ان انا لو اتكلمت الدنيا هتولع، بلغه الكوره كده الدنيا هتولع، ده كمان كان ليه اثر يمكن سلبي شويه. ولكن كل ده خلينا نتكلم ان الحقيقه محمد صلاح وليفربول ويورجن كلوب الحقيقه كانوا تحت ضغط كبير جدا جدا. نهايه مرحله يورجن كلوب مع ليفربول انا في رايي الشخصي ما كانش داعي قوي ان يعلن يورجن كلوب رحيله عن الفرقه في وسط الموسم. يعني انت موسم استثنائي بالنسبه لك، يعني انت تطلع وتقول ان انا ماشي في نهايه الموسم شيء احترافي وده ممكن وارد في الكره الاوروبيه، ولكن اكيد كان ليه اثر، يعني اكيد ليه اثر، وخاصه لما بتخسر مباريات، لما بتأديش كويس بيدي انطباع ان اللعيبه كده كده المدرب ماشي. مهما كان بنتكلم الكره الاوروبيه والناس محترفه ولا حاجه، لكن في جزئيه عامل نفس كده يتوقف عنده اللعيب للحظات. يعني الجزء الثاني يعني مفيش اي حد يقدر يتكلم على مسيره يورجن كلوب مع ليفربول، ادى اداء عظيم خلال يمكن السبع سنين اللي فاتوا، حصل على كل البطولات، عمل انجازات كبيره جدا جدا، ومش الشكل المناسب للخروج بهذا المنظر الحقيقه، سواء مع تدهور النتائج، تدهور الاداء، الضغوط الكبيره جدا اللي على الاداره. دلوقتي هيبقى في مدير يعني سبورت دايركتور جديد للنادي، في مدير فني جديد للنادي لليفربول الموسم اللي جاي. كل ديت الحقيقه كانت ضغوط على محمد صلاح مع غضبه انه قاعد احتياطي، مع غضبه كمان انه الدوري بيضيع. وخلي بالكم ده مهم جدا جدا للاعب كبير زي محمد صلاح انه دايما ينافس ودايما يبقى موجود في المنافسه الشرسه لاخر دقيقه، وانه ممكن جدا كان يفوز بالدوري. ده كل دوت عوامل وامال كانت في اذهان محمد صلاح، والحقيقه اتبخرت كلها في لحظات. ف اكيد كل الدعم لمحمد صلاح، يعني ابننا، وعندنا محمد صلاح نجم كبير ونجم عالمي. هنقول مع إيهاب الجنيدي بعض الأخطاء اللي ممكن يكون وقع فيها صلاح في هذا الموقف، لكن مع متابعة البرنامج مع حضراتكم هنخش في تفاصيل كثيرة جدا جدا جدا.